فيريرا بعد على فكرة فيريرا خد معلومة بس، تم اتخاذ القرار عقب مباراة الاهلي، يعني لو كان فاز على المحلة 430-0 برضو كان هيمشي. ففيريرا تم اتخاذ قرار رحيله بعد مباراة النادي الاهلي، وتم ابلاغ الجهاز الفني الجديد، او تم ابلاغ كابتن اسامة نبيه وقالوا له ابدأ جهز جهازك، ابدأ حضر جهازك. فالراجل حضر الجهاز وتولى التدريب النهاردة، وبنقول له جود لك. بس فريرة لما تشوف الحالة اللي عاملاها جماهير الزمالك او معظم جماهير الزمالك مع الرجل، الحقيقة انا الحقيقة حيتهم لانه هم شايلين للراجل الجميل، وشايلين للراجل كل حاجة جميلة عملها مع نادي الزمالك. سنتين تولى فيهم الادارة، خد دوري وكاس، وخد دوري وكاس الادارة الفنية، وبالتالي في حالة من الحزن والألم لدى الكثير من جماهير الزمالك على رحيل فيريرا. تأكيد نتائجه في الفترة الأخيرة ساءت، الأمور مش جيدة، لكنه التاريخ محدش يقدر يلعب فيه، واللي بيفوز هو المدرب فبياخد مكافأة، واللي بيخسر هو المدرب فبيتعاقب. بمعنى فيريرا لما كسب فالزمالك كمل التعاقد معاه وزود له مرتبه، فيريرا لما خسر الزمالك مشاه. يبقى على طول كده المدرب، طبعا مع عوامل اخرى مساعدة مهمة جدا هنبقى نتكلم عليها بعدين، مش وقته يعني. في حاجات كتيرة قوي 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 الوقت هتكلم عليها بس بعدين، حاجات كتيرة 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 جدا جدا فوق ما تتخيلوا يعني، بس مش وقته، لما يجي وقتها ان شاء الله هشرحها لكم بكل امانة، او هكتبها في كتاب، وانا مش بهزر والله، بتكلم جد يعني، ده مهم يعني. ففريرة رحل وسط حالة من الحزن والألم من جماهير نادي الزمالك المحترمة او معظمها برضو، وحل محل اسامة نبيه مدرب واعد. اسامة مش صغير على فكرة، لكن هو اكثر الناس دراية بكواليس الفريق ونادي الزمالك، وعنده مباراة مهمة مع فيوتشر هتكون اول مباراة عقب توليه المسؤولين.